ده كان الخبر العاجل اللي معانا يا أستاذ محمد، وحابة أسمع تعقيب من حضرتك حول أبعاد هذه الخطوة والنقط اللي دكتورة هالة السعيد أعلنت عنها. أهمية هذه القرارات إيه في التوقيت ده بالذات؟ طيب شوفي حضرتك، الاستراتيجية الاقتصادية دائما بيبقى ليها في إعداد الموازنة العامة للدولة اللي هي بتبقى كل سنة، بيبقى لازم يبقى ليها هدف رئيسي، وبيبقى السؤال الأساسي هل الهدف صناعة النمو ولا مواجهة التضخم؟ في الظرف الحالي اللي العالم فيه موجود في موجة تضخم عالمي، يبقى الأهم هو مواجهة التضخم. ودي نقطة مهمة جدا إن المواطنين يبقوا واخدين بالهم منها، إن التضخم المرتفع مش بس بيقلقنا جميعا كأفراد مستهلكين، لكن كمان المسؤول بيبقى همه الأساسي هو التخلص من هذا التضخم، لأنه أثاره السلبية على الاقتصاد كبيرة بكل تأكيد. وبالتالي لما النهارده يصدر هذا الامر عن وزيره التخطيط، فده بيشير الى ان الموازنه الجديده هدفها الاساسي هو السيطره على معدل التضخم اللي كان مرتفع الفتره الماضيه وبدا ينخفض بالفعل. فده امر جيد جدا ويطمن المستهلكين من ناحيه، والمستثمرين ان موجه التضخم اللي شفناها في العام الماضي بعد بداية حرب كورونا، بعد بداية الحرب الأوكرانية الروسية، هي إلى نهاية بكل ذلك. شكرا جزيلا أستاذ محمد أنيس المحلل الاقتصادي على كل هذه المعلومات.